أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الحرص المتبادل بين مملكة البحرين واليابان نحو تعزيز أطر التعاون بينهما في مختلف القطاعات والتطلع المستمر للبناء على المكتسبات المشتركة في العلاقات البحرينية اليابانية المتميزة والتي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي دشن عهدا جديدا من علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. جاء ذلك لدى استقبال سموه في قصر الرفاع اليوم سعادة السفير هيديكي إيتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه، حيث رحب سموه بالسفير الياباني وأبدى سموه ارتياحه لمسار العلاقات البحرينية اليابانية والتطلع المستمر نحو فتح آفاق أرحب من التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين. من جانبه أعرب السفير الياباني لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره على ما لمسه من سموه من اهتمام كبير بدعم العلاقات مع بلاده، مؤكدا تطلعه عبر مهمته الدبلوماسية في مملكة البحرين إلى دعم أطر العلاقات مع مملكة البحرين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.